لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أكد وزير شؤون الخارجية الدنماركي جي بي كوفود يوم الأربعاء بالرباط أن الدنمارك والمغرب تجمعهما علاقة قوية ومتينة تتعزز بشكل متطارد على مدى السنوات 15 الماضية. وقال السيد كوفود خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجرها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إن زيارته للمملكة المغربية تهدف إلى دراسة سبل تطوير هذه العلاقة بشكل أكبر. وبخصوص قضية الصحراء المغربية أكد السيد كوفود أن بلاده بمعية الاتحاد الأوروبي يدعمان حلا قائما على أساس مسلسل الأمم المتحدة والمفاوضات، موضحا أن الدنمارك كان لها دائما موقف ثابت من هذه القضية وتوصل الدعوة إلى حل في إطار الأمم المتحدة. كما أشاد الدبلوماسي الدنماركي برئاسة المملكة المغربية المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وقال كوفود تحدثنا أيضا عن الهجرة وأهمية العمل سوية على هذا الموضوع الذي يحتل بالفعل مكانة مهمة بالنسبة للمغرب، مبرزا استعداد الدنمارك لدعم المملكة المغربية في محاربة الهجرة السرية، كما توجه بالشكر للمملكة المغربية على الجهود التي تبذلها على هذا المستوى. نشكركم على حسن المتابعة.